وهي ضيفنا بالاستديو محمد مرزوب، ضيف عزيز. انا شخصيا كثير فرحان انك انت مبسوط انه انت موجود معنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، منورنا. بدي مسيكم بالخير ومسي كل المشاهدين اللي عم يتابعونا. اهلا وسهلا. اول شيء بدنا نحكي عن زياره دبي، يعني هي كزدوره ولا شغل؟ اثنين. احكي لي شو هن. هي كزدوره وهي شغل على طول. مثل هالوقت نحن مع شركتي يونيفرسال ميوزك مينا، لوجه لهم تحيه، بنحضر لشو بدنا نقدم هيدي السنه. بتعملوا بروجرام سنه؟ طبعا لسنه كامله. حلو. بقى على 3-4 ايام هيك حكي اكثر، لحتى على طول تعرف، لانه في مثل بيقول عنا العين مغرفه الكلام. طبعا لازم وش لوش، وش لوش احلى يعني. ولهيك على طول مثل هالوقت على طول كل سنه بيطلع. وكزدوره منا وكزدوره بتسلى شوي لانه تنفس الوضع ببيروت. ترى محمد صبحي من اول اتكلم عليك من امس، شكله يحبك كثير ما شاء الله. الله يدومها يعني. رفيق وصديق وفي. يا سلام. الله يدومها. المدح بالوجه مذمه بيقولوا، بس غالي كثير. انت بتعرف حالك اصلا. طيب محمد، يعني في وضع كورونا الان برضه في بعض الدول رجعت للحفلات الغنائيه مع وجود الجماهير، مع وجود ايضا الاجراءات الاحترازيه، نحن ممكن نشوفك في حفلات قريبه؟ اذا في اجراءات احترازيه كافيه ممكن، اكيد، لانه انا كمان فنان، انا لي حق انه انا غني. حلو. انا اذا ما غنيت بزعل. لانه انا بهرب من اي شيء بيزعجني بانه غني. بقى اشتقنا انه نرجع، بس بالوقت بهيدا الوقت اذا ما كانت الاجراءات كافيه اكيد ما راح اعمل، لانه صار في جدل كثير كبير على هيدا الفتره اللي فاتت. صح، الفتره اللي فاتت، ونحن ابعد من انه ناذي حيلا حدا، والله يحمي الجميع يا رب. بس عندك شي حفلات قريبه مثلا لايف او حتى اونلاين؟ في حفلات يعني الحمد لله، في حفلات يعني عم يصير في طلب. اوكي. ناطرين الامور لحتى تستقر، بس القريب اكثر شيء دبي ان شاء الله بعد. حلو. ان شاء الله. طيب هلا انا بدي اسال، يعني اول شيء بدي ابارك لك انه الحب اللي مكسر الدنيا، كل العالم عم تسمع 20 مليون كثير حلوه، بس شو السر بهالغنيه؟ شو سرها؟ ما بعرف. لا انا هلا انا اكثر العالم قالوا لي انه غنيه حلوه، بس انا كنت متوقع له هيدا النجاح. انا على طول بحكي وعلى طول بحب اذكر هالجنود المجهولين اللي انا بحبهم كثير، حياه اسبر، فضل سليمان، فادي جيجي، اللي هن سبب كثير كبير بنجاح الاغنيه. بس يمكن هيدا البوزيتيف فايبس اللي فيها، والموسيقى الحلوه والتوزيع الحلو، والكليب حتى كفاح كمان اشتغل فيها شغل كثير حلو، بوجه لهم تحيه كثير كبيره. بس هيك من قلبي اذا بدك، لانه غنيتها بصدق ومن قلبي. طيب يلا غني لي يا احمد صدق وبين قلبك. هلا كمان بصدق اكيد. ولا يلا. الحب كله على بعضه، ما بشيله من أرضه، لو جودك انت القلب بكرة واللي بعده واللي بعد بعده بيبقى إلك. الله. واو. عتعرف حاجة؟ يعني الأغنية واو أصلاً في الحقيقة، بس في اللايف شيء تاني على فكرة. يعني أحلى مراحل. صوتك إمكانياتك جميلة جداً يا محمد، ما شاء الله، الله يدومها. على طول كل شيء حلو على MBC اليوم، بيطلع لأنه MBC بيطلع حلو. أنت الحلو.